من جانبه أكد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين المعين لدى المملكة العربية السعودية أهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة والمباحثات التي أجراها جلالته مع أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وما حمله لقاء القمة من بشائر خير وسلام وازدهار وأفاق رحبة لتعزيز التعاون والتكامل بين المملكتين والشعبين الشقيقين إلى مستويات أكثر رسوخا وتقدما. وقال سفير مملكة البحرين المعين لدى المملكة العربية السعودية، قال إن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين والتي أرسى قواعدها الأجداد وتوارثها الآباء والأحفاد بفخر وعز وبروابط متينة تقوم على الود والمحبة وتآلف القلوب ووحدة الدين والدم ووشائج النسب والقربة وتشابه العادات والتقاليد والإرث الحضاري والجوار الجغرافي والمصير المشترك. كما أكد سعادة السفير اعتزاز مملكة البحرين على الدوام بالتضامن مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها في صف واحد تقديرا لمواقفها التاريخية المشرفة كعمق حيوي واستراتيجي إلى جانب أمنها واستقرارها ودعمها لمسيرتها التنموية ودورها الريادي في حماية الأمن القومي الخليجي والعربي وقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي على طريق السلام والازدهار. وأشهد السفير بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها والدفاع عن قضاياها العادلة في ظل ما تشهده من تحديات مختلفة، مشيدا بالدور المشهود الذي يطلع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في خدمة مسيرة النهضة التنموية في المملكة الشقيقة وسعيه الحثيث نحو المزيد من التطوير والتقدم لصالح المملكة وشعبها الشقيق. علاقات تاريخية وثيقة جمعت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بنيت على أسس صلبة ومتينة بثوابت ورؤى مشتركة جمعت قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين حتى أصبحت هذه العلاقة أنموذجا باعثا على الاعتزاز في كل المناسبات وشتى المحافل. جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما يؤكد حرصه على تنمية العلاقات مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يبادله به خادم الحرمين الشريفين، وهذا الأمر تجسد في الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين وحكومتهما حرصا على تحقيق رؤى القادة. وتجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية العديد من المواقف المشرقة في سماء هذه العلاقة، فجلالة الملك المفدى أكد أن تاريخ أمتنا العربية سيظل يستذكر المواقف التاريخية المشرفة لخادم الحرمين الشريفين وقراراته الحاسمة والحازمة في مواجهة الأطماع الخارجية. فالمملكة العربية السعودية ذات مواقف عربية أصيلة في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية ودعم السلم والأمن الإقليمي والدولي. إنما يربط مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاوز العلاقات الاعتيادية والرسمية، فالروابط الأخوية العميقة انعكست في المواقف المشتركة في المحافل الدولية والمواقف الداعمة لكل منهما للآخر، وهو الأمر الذي يحرص عليه جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين. اعتزاز قيادتي البلدين الشقيقين بهذه العلاقات واللقاءات وحفاوة الترحيب في المنامة والرياض ما هو إلا انعكاس لما أسست عليه هذه العلاقة منذ زمن الأجداد والآباء.